مرحبا وتين، يعطيكم العافية. وصلنا للمحاضرة رقم 4 من مادة الميديكال إيثكس. المحاضرة بتحكي لي عن الكونفيدنشاليتي اند برايفسي، السرية والخصوصية. شو الفرق بينهم؟ شو يعني خصوصية؟ شو يعني سرية؟ متى مثلا بتفصح عن معلومات معينة؟ اند سو اون. هاي الأمور كلها راح نشوفها في المحاضرة. احنا بنعرف انه الدكتور بياخذ معلومات من المريض، معلومات سرية ممكن تكون الهيستوري تبعه، أشياء عائلية. فهاي الأمور كلها لازم الدكتور يحافظ عليها وما يفصح عنها لأي سبب، إلا في حالات معينة راح تشوفها لقدام. نبدأ في المحاضرة. المحاضرة خفيفة ولطيفة، أغلبها مبنية على المنطق والفهم، فممكن تجاوبها أصلا قبل ما تدرسها، أو لو تقرأ الاستعداد تفهم شو المعنى العام تعرف تجاوب إن شاء الله. نقول بسم الله ونبدأ. في هذا الاستعداد بحكي لنا إنه أي جهة مسؤولة عن جمع المعلومات ما لازم تتسرب، وإذا تسربت المعلومات المتواجدة عند أي جهة تعرض للمسائل القانونية وبصير عليها قضايا كثيرة. نيجي على الاستعداد هذا اللي بحكي لي البرايفسي اند كونفيدنشاليتي ديفينيشنز، اللي هي تعريفات ونفرق بينهم. الفرق ما بين البرايفسي والكونفيدنشاليتي، البرايفسي اللي هي الخصوصيه ومرتبطه بالطب بناحيه الجسد اكثر. فبحكي لي is about the right to not be interfered with, to be free from surveillance, or more generally a moral right to be left alone. انه على سبيل المثال لو بدي اخذ هيستوري من مريض، اخذه انا وياه لحالنا، مش قدام كل امه محمد، مش قدام كل المستشفى، مش قدام كل المرضى الثانيين. هذا معنى البرايفسي، الخصوصيه تدخل في المنحى الجسدي او المادي اكثر. بينما الكونفيدنشاليتي انه اذا انا اخذت من الهيستوري وخلصت، ما اروح انقل الهيستوري لناس معينه ثانيه، ما اروح مثلا شفت مريض معين في المستشفى، ما اروح احكي للناس برا اني شفت هذا المريض في المستشفى. فهذا هو الفرق بينهم. فبتلاقي ان الكونفيدنشاليتي مرتبطه بناحيه معنويه اكثر. فبحكي لي is about the right of an individual to have personal identifiable medical information kept out of reach of others. انه ما حد يوصل للمعلومات اللي تختص في البيرسونال. Privacy is concerned with the setting within which the patient's medical information is taken. مرتبط أكثر في المكان اللي أنت بتأخذ منه المعلومات فيه، أو بتأخذ منه فيه المعلومات من المرضى. Related to the patient's body, while as the confidentiality is concerned with the information collected from about the patient. مختص في ال information نفسها. فبحكي لك هي related to the patient's information. هذا هو الفرق ما بين الخصوصية والسرية. بدي أخذ معلومات من المريض، بأخذها أنا ويا لحالنا مش قدام كل أمة محمد، هاي privacy. اخذت المعلومات وخلصت، بروح بنشرها على الفيسبوك، انت هيك كسرت الكونفيدنشاليتي، لان انت نشرت المعلومات. بدايه كنت اتعامل مع الشخصي بادي تو بادي، فهيك كانت برايفسي. ميجرز تو بروتكت بيشنتس برايفسي، اذا احنا بدنا نحافظ على الخصوصيه، بحكي لك في عندك ميجرز معينه. اول شيء ميك شور اول فيزيكال اكزامينيشن تيك بليس ان ايزوليشن فروم اذر بيشنتس اند اذر فاميلي ممبرز اند اور ستاف. الفكره من هذا النقطه، اذا انا بدي احافظ على خصوصيه المريض، اول شيء لازم اطبقه اذا بدي اعمل له اكزامينيشن معين، فحص معين، ما لازم يكون قدام مرضى ثانيين او ناس مش لازم يكونوا موجودين من عائلته او طاقم طبي بس ما له دخل في القصه كلياتها. فلازم يكون في عزله عن هاي الناس كلياتها. Provide gender sensitive waiting and examination rooms. لازم تراعي انه في شاب او في صبيه انا بتعامل مع مين فيهم، ولازم اوفر لهم رومز خاصه بالشباب ورومز خاصه بالصبايا. Provide proper clothing for inpatients. الناس المقيمه في المستشفيات لازم احنا نوفر لها ملابس مناسبة. Make sure patients are well covered when transferred from one place to another in the hospital. بدنا نقول لهم من غرفة لغرفة، من غرفة العمليات لغرفة الانتظار، أو بالعكس، أو اللي هي الغرفة اللي بيكون متواجد فيها المريض أو مقيم فيها. فلازم يكونوا well covered ونراعي حرمتهم. Make sure your patient's body is only exposed or exposed only as much as needed by the examination or investigation. بدي أعمل abdominal investigation، فأنا بكشف بس منطقة الابدومين، ما في داعي أكشف الجسم كلياته. فهي الفكرة انه بحكي لك ما لازم انت تكشف كل الجسم، لازم اكشف بس المنطقة اللي انا بدي افحص فيها. اكشف هنا معناها اني اشيل عن هالملابس او انزع عن هالملابس. Make sure there is another person, nurse of the same gender as the patient present throughout an examination. يعني لازم يكون في حدا متواجد معكم. بدك تعمل examination لفيميل، فلازم تكون عندك a female nurse متواجد عندك في الغرفة. Male لازم يكون في عندك العكس، بتكون مطابقة للجندر اللي انت بتفحصه. Always take permission from the patient before starting an examination. بدك تعمل الابدومينال اكزامينيشن، لازم تحكي للمريض وتاخذ اذنه، تحكي له بدي اعمل الابدومينال اكزامينيشن، ولازم يعطيك البيرميشن لانك تعملها. Ensure privacy when taking information from patients. لازم انت تحرص على انه يكون الحكي بس بينكم مش قدام كل الناس. Avoid keeping patients for periods more than required by the procedure. يعني انت بدك تعمل له تاخذ منه هيستوري قصير مقصر غير مطول عفوا، فما بزبط انت تقعده 3 ساعات عشان تاخذ منه الهيستوري، لا، لازم على قد الوقت. خلص بدك تاخذ الهيستوري بخلص 5 دقائق، خلصوا 5 دقائق وخليه يروح، لا تتعدى خصوصيته وتاخذ من وقته كثير. It's prohibited to examine the patient in the corridors or waiting areas. ما بصير انك
تعمل له examination بالكوريدورز في غرف الانتظار and so on. During an examination, no unrelated non-hospital person should be allowed to be present. أثناء عملية الفحص ما لازم يكون في حدا خارج المستشفى أو غير متعلق في القطاعات الطبية يكون متواجد في الغرفة. Give patients enough time to expose their part with pain. أعطيهم الوقت لأنهم هم يكشفوا الجزء اللي فيه ألم فأبدومينال بين، فلازم تعطي وقت لحد ما يعمل لك كشف لمنطقة الأبدومين. Only relevant personnel are allowed to enter the examination room at any time during an examination. البيرسونال اللي هم الطواقم الطبية غير الدكتور نفسه، فبس الناس اللي لهم اختصاص في الحالة اللي عند المريض أو الناس اللي لهم دخل في الغرفة في المختصة في حالة المريض هذول بس اللي بيدخلوا على الغرفة، غير هيك ما حد بيدخل، ما بصير يدخل أثناء عملية الإكزامينيشن لا المريض نفسه. هاي البرايفسي تاعت المريض. Why confidentiality is important؟ نيجي عند السرية، خلصنا الخصوصية. بحكي لي confidentiality is important. Respect for confidentiality is firmly established in codes of medical ethics. يعني الموضوع مرتبط في البيزنس تاعت الميديكال ايثكس، هو يعد من القواعد تبعتها. والدكاتره بس يتوظفوا بقسم وقسم اسمه قسم الطبيب او هيبوكراتيك اوث اللي هو قسم ابوقراط. Breach of confidentiality is not only ethical but is also illegal. وانا باي ذا واي صار لو اقرا او احكي 10 كلمات اخربط بخمسه منهم، مش عارف شو القصه كثير صاير خرب. Breach of confidentiality is not only unethical but also illegal. يعني الموضوع ما بتعلق بس بالإيفكس، لا برضو الليجل بدخل فيه المسائلات القانونية. في عندك مواد من الدستور بتوضح هذه الأمور. Respects patient's autonomy. Autonomy هي عملية صنع قرار من ضمن أو من قبل البيشنت نفسه، فلازم أنت تحترمها. Respects natural human desire for privacy. كلنا ياتنا بنحب الخصوصية، فلازم أنت تحترم هذا الإشي كطبيب. Protects from social embarrassment, discrimination or stigmatization اللي هي وصمة العار أو الإحراج أو التمييز. ففي ناس مثلاً أو في أمراض معينة ممكن تكون محرجة للمريض، فأنت لما تروح تفصح عن هذا المرض وكل الناس يصير تعرف عنه ممكن يصير له discrimination, stigmatization اللي هو يصير الناس توصم ببصمة العار مثلا حد معاه AIDS أو whatever، فأنت زيك تعمل embarrassment, discrimination and so on. Prevents misuse of information against patient، إنك أنت ممكن تستخدم هاي المعلومات في شكل مضر في البيشنت أو ضده. Builds confidence between doctor and patient، لما يكون أنت بتحافظ على السرية أنت زيك بتكسب الثقة المريض نفسه. صحيح لي 20 دقيقة ديلي 7 دقائق. هذا هو الهيبوكراتيك اوث، ومن ضمنه ولا افشي سرا او انه I will keep to myself. كل المعلومات اللي انا باخذها بتكون ضلها للدكتور نفسه ما بفشيها لحد ثاني. هذا قسم ابوقراط بهمنا منه احنا حاليا كلمة لا افشي سرا، هاي مواد في القانون او عفوا هاي قسم في لائحة مزاولة المهنة بيكون موجود واكتب سرهم عن المرضى. القانون المادة 8 فيه بتحكي عن افشاء الاسرار، وحكينا العربي مش مطلوب again وشو العقابات تبعتها. What are patients information that covered by confidentiality؟ شو المعلومات اللي تدخل في نطاق السرية وما لازم افصح عنها؟ اول اشي the individual's past, present or future physical or mental health or condition، حالته الصحية والجسدية والنفسية اللي صارت واللي بتصير واللي هتصير. any clinical information about an individual diagnosis or treatment، اي اشي متعلق بالناحية السرية من ناحية تشخيص او علاج. Pictures, photographs, videos, audio tapes, or other materials of the patient. أي إشي صور للمريض، photographs, فيديوهات، تسجيلات صوتية، أي إشي بخصوص البيشنت ما لازم يصير له disclosure. Who the patient's doctor and what clinics patients attend and when. مين اللي بيعالج للمريض؟ ما لازم تحكي مين الدكتور اللي بيعالجه. ما لازم تحكي أنا بعالج المريض رقم X أو المريض X. وما لازم تحكي في أي كلينيك بيجيني، وما لازم تحكي متى بيجيني. Anything else that may be used to identify patients directly or indirectly. أي معلومة ممكن تأشر لك على هذا المريض بشكل direct أو indirect ما لازم تفصح عنها. The past, present or future payment for the providing of healthcare to the individual. مش هو باخذ خدمات علاجية مش بدفع عليها، ما لازم تحكي عن الدفع تبعه. كده بدفع مبالغ مالية صارت أو هتصير أو بتصير ما لازم تجيب سيرتها. هاي كلها تدخل من أمور أو من نطاقات confidentiality. Confidentiality, a healthcare provider is not allowed to disclose patients' information to others unless the individual has given specific permission for such release. ما لازم الـ healthcare provider هو الـ physician يفصح عن المعلومات أو المعلومات السرية اللي حكينا عنها حالياً إلا في حالة إنه أخذ سماح من المريض نفسه. Such information should be available only to the treating physician and other medical personnel involved in the patient's care. المعلومات اللي قلنا بتدخل ضمن نطاق الـ confidentiality بتكون بس للطبيب
والبيرسونال المسؤول عن الحالة. Children, elderly, mentally disabled and their dead all have the same right to confidentiality. يعني الإنسان بعد ما يتوفى ما بتروح عن confidentiality أو سرية معلوماته، لا، لازم دائما تظل سرية. Children as well, elderly and mentally disabled people as well also. There are three points that should be considered in accusing a physician of revealing patient secret. متى أنا بقدر أقاضي الدكتور على إنه فشل السر؟ أول شيء there was revealing of secret، يعني أول شيء أفشل السر إنه بنحكي حكى المعلومة المعاني الفلانية. The secret was known to the physician through his profession. الدكتور عرف هاي المعلومة عن طريق مهنته، يعني حكى لك إياها المريض في العيادة أو حكى لك إياها بصفة طبية، تعامل معك على إنك طبيب وحكى لك إياها. The disclosure of the secret led to harm or damage to the patient، يعني ضرر المريض physical or psychological، من الناحية الجسدية أو psychological في الناحية النفسية. When can confidentiality be breached؟ متى أنا بقدر أخترق هاي الخصوصية؟ مش أخترقها، إنه أفصح عن الأسرار اللي كانت ممنوع أفصح عنها. بيحكي لك confidentiality is not an absolute obligation، هي مش تشريع مطلق أو إجبار مطلق إنك أنت تطبقها 100%، لا، في حالات معينة بقدر أنا ما أطبقها. Situations arise where the harm is maintaining confidentiality is greater than that brought by disclosing information. بحكي لك متى أنا بفصح عنها؟ لما يكون إنه أنا لما أخبيها أخطر من إني أنا أفصح عنها. يعني يكون إجاني مريض معاه كورونا، فلو أنا بدي أحافظ على confidentiality تبعته راح ينتقل للمجتمع وراح يضر لي كل المجتمع. مين كان الضرر أكبر؟ لما التزمت بالسرية ولا لما أفصحت عنه؟ لا، لما أفصح عنه بيكون ضررها أخف، بينما لما ألتزم السرية ضررها أكبر. لأنه إذا التزمت السرية راح يطلع على المجتمع ويضرر كل الناس اللي في المجتمع وينشر الكورونا again. فهي الفكرة من ناحية أنا ما تبعمل preaching of the confidentiality. بحكي لي disclosure of a professional secrecy may be، متى بصير disclosure للمعلومات الخاصة فيه لازم يكون في عندك consent أو without consent. في عندك with patients expressed consent، يعني أما تكون verbal أو مكتوبة، إذا تتذكر في المحاضرة رقم 3 حكينا عنهم consent هيا. With patients implied consent الضمنية، with patients without patients consent عفوا بدون ما يوافق، أحيانا في حالات بدون ما يوافق أصلا تروح تفشي عن المعلومات اللي جاتك منه. نيجي عندهم حبة حبة. Disclosures where patients express consent is needed، يعني لما بدي موافقة منه مكتوبة، في هاي الحالات كانت مكتوبة تمام. المحاضرة الماضية كنا نحكي أحيانا عن consent verbal، لا احنا هنا بين المكتوب. For purposes such as research, epidemiology, registries، لما انت بدك تعمل ابحاث فلازم تاخذ منه موافقه مكتوبه بشرط. البحث اللي بدك تعمله والمعلومات approved by ethics committee، ensure no harm to patient and dealing patients identifiable data. اهم نقطه فيهم dealing patients identifiable data، يعني انا بدي انشر البحث ما في بحث بيهمني فيه اسم المريض، فما بزبط انا انشر من ضمن البحث اسماء المرضى اللي انا اخذت منهم المعلومات. هاي اهم نقطه فيهم approved by ethics community، انه بيطابقوا معايير الايثيكال في الطب وموافق منهم بلجنه الايثكس. انشور نو هارم تو بيشنت، انك انت تضمن ما تاذي وما تضرر. هاي اول حاله اللي هي الريسيرش، اهم شيء يكون في دي لينكينج بيشنتس ايدنتيفابل داتا، انه ما ننشر المعلومات اللي بتعرفني على هذا البيشنتس. ثانيا تو انشورنس كومبانيز، لا شركات التامين، شركات التامين بتعمل فحوصات للناس قبل ما تبدا التامين تبعها، فلازم اول شيء عشان تعمل انت الاكزامينيشن اور الاكزامينيشن انفورميشن تعملها انت نشر لشركه التامين لازم تاخذ موافقه مكتوبه من المريض. ان بري امبلويمنت اكزامينيشن، احيانا في ناس عشان تتوظف لازم يكون في لها فحوصات صحيه، والفحوصات الصحيه هي تروح للجهه اللي بدها توظفها، فانت عشان تبعث المعلومات هاي لازم يكون في عندك a written consent from the patient himself. بحكي لك we must ensure that patient understands nature and effects of disclosure، بفهم disclosure، عارف شو طبيعة نشر أو الإفصاح عن المعلومات هاي، وعارف شو التأثيرات اللي ممكن تنتج عنها. Reports to third parties must be always أو must always be with written consent. إذا تبلغ أنت الجهة الثالثة هاي الشركة على سبيل المثال insurance company، الشركة بدها توظفه لازم تكون في موافقة مكتوبة. Consent should be original addressed to a named doctor. الconsent should be original، لازم تكون أصلية، addressed to a named doctor، نسخة أصلية منها ومكتوبة أو عفوا مبعوث للدكتور هذا بشكل شخصي،
ومكتوب اسمه عليها. Clear indication of reason and material. شو السبب اللي احنا اخذنا منك هاي المعلومات وليش نشرناها؟ نشرناها لجهة معينة يعني. Hand document is giving to the patient. بنعطيه وثيقة ورقية برضو عن المعلومات اللي راح يصير لها disclosure. Patients may give implied consent to disclosure form. احنا حكينا الموافقة الضمنية متى بتكون؟ لما يجيك المريض على سبيل المثال على العيادة او يطلبك تيجي. طالما جايين على العيادة معناته اصلا اكيد بده افحصه، بس طبعا ما بتكون invasive examination. As well هون لما انت بدك تعمل consultation or second opinion، يعني اجتني الحالة هاي على العيادة ولقيت انه في اشي معين انا لازم استشير عنه دكتور، فانت هيك تاخذ implied consent. شو الimplied consent؟ كانت جيت المريض عليك على العيادة فبحكي لي consultation or second opinion، sharing information in the healthcare team or with other providing care، يعني مثلا طبيب استشاري ثاني او whatever. Only necessary information for effective care of patient is disclosed. ما بتروح تعطيه كل التاريخ المرضي وكل الاشياء اللي بتخص المريض، لا بتعطيه معلومات اللي بتهمك عشان تتم الكونسلتيشن. Send the patient to another specialist as sonography with provisional diagnosis or complaint. هاي برضه بكون عليها implied consent. والسؤال مثلا بيقول لك may I refer this case of chronic abdominal pain for abdominal ultrasound على سبيل المثال، انك انت بدك تودي المريض اللي عندك لشخص ثاني لاندر another specialist. Disclosures without patient's consent. احيانا انت ما تستنى تاخذ الموافقه من المريض في حالات معينه، ما بدك موافقه المريض. بحكي لك certain patients information is exempted by law and reports to proper authorities are required without patient consent. يعني بدون موافقه المريض. ايش هي هاي الحالات؟ Notification of births, deaths, abortion, accidents and poisoning. مواليد، وفيات، حالات شاذ، حوادث، حالات تسمم، هاي كلها لازم انت تخبر عنها اللو او لازم انت تعملها ديسكلوجر للجهه المعنيه، يعني مثلا البيرث على سبيل المثال اداره الاحوال المدنيه. فهاي النوتيفيكيشنز ما بتستنى تاخذ موافقه المريض عنها، لا دايركت بتعملها ديسكلوجر. اوردر اوف كورت، مال براكتس كيسز، كريمنال كيسز، فايلنس، كومبنسيشن، حالات الاهمال مثلا لما تشوف ما دكتور او جراح نسي في جسم مريض على سبيل المثال، على سبيل المثال مشرط، فانت لازم تخبر هاي الحاله، لازم انت هيك تعمل بريتشنج للكونفيدنشاليتي او تعمل ديسكلوجر. مش مشكله ما بتستنى الكونسنت من البيشنت، لا في شيء اهم من شيء بصير. ثريتس اوف سيريس هارم تو انذر، يعني مثلا ممكن انت تفشي عن هاي الاسرار بغيه انك انت تمنع جريمه، من الممكن لو ما حكيت عنها يصير في جريمه. تشايلد ابيوز فيزيكال اور سيكشوال، في حالة كان في عندك اعتداء على الأطفال لازم تبلغ عنه. Road traffic accidents involving drugs or alcohol، يعني لما يكون حدا مخمور وسايق السيارة فأنت لازم وصار حادث فأنت لازم تبلغ عن هاي الحالة لأنه في عليها مسائلة قانونية. Public health risk، يعني الأمراض اللي بتكون communicable اللي إذا أنت تركت المريض يطلع على المجتمع رح يعديه كامل، هاي الأمراض لازم أنت تبلغ عنها زي tuberculosis, hepatitis, AIDS، typhoid fever، tetanus، meningococcal meningitis، diphtheria and so on. Disclosure for patient's benefit. حكينا عن اول شيء اللي بتكون هاي من ضمن القانون، هاي الديسكلوجرز كلها القانون بيقول لك لازم تعمل لها ديسكلوجينج. ثاني شيء لمصلحه المريض نفسه في حالات الطوارئ، if the patient is incompetent or minor، لما يكون غير عاقل او غير كفو انه يختار انه يقدر يعمل كونسنت نفسه. To prevent harm to patients, epilepsy, psychotic patients، الناس اللي عندهم امراض نفسيه حاده، فانت لما تعمل له disclosure للconfidentiality تبعته او انك تحكي عن المعلومات اللي له بتساعده انه ما يضر حاله، لانك انت راح تحكي عن الحاله تبعته لمين؟ لدكتور نفسي ثاني. فبدك تستنى تاخذ منه كونسنت، مو اصلا انسان غير عاقل او غير قادر على صنع قرارات، ممكن يكون عنده سكيزوفرينيا، عنده انفصام في الشخصيه، فما بضبط انك تستنى تاخذ منه كونسنت، لا تتصرف. When a patient may be a victim of neglect or abuse، هسه رح نعرف انه في مثلا اهمال للاطفال بصير، اعتداءات على الاطفال، فانت زي هيك بتتصرف في هاي الحاله اذا كان ضحيه لهي الاعتداءات. Disclosure to prevent harm to others، في حاله انه ما يضر الثانيين. Psychotic patients، ممكن الناس اللي عندهم امراض نفسيه حاده او المرضى اللي عندهم امراض نفسيه حاده يضرروا غيرهم، فانت في هاي الحاله ما لازم تستنى consent، لازم تروح تبلغ. To prevent the occurrence of crimes، عشان تمنع جرائم، نفس النقطه الاولى. Infectious disease، نفس النقطه الاولى. Disclosure to safeguard national security، في حالة terrorist activity، في حالات الإرهابية أو النشاطات الإرهابية أنت لازم تبلغ directly لا الناس المسؤولة عن الأمن القومي. إحنا قلنا عن the abuse and neglecting of child أو children،
فخلينا نيجي نحكي عن الساينز اللي انت لما تشوفه بتعرف انه في صار عندي ابيوز. All forms of physical, emotional, sexual and neglect that results in actual or potential harm to the child's health, survival, development or dignity. هاي الامور كلياتها بحسب كل انواع الابيوز بتاثر لك على حياه الطفل، على كرامه الطفل، على صحه الطفل. It's part of your role as a healthcare provider to discover and report any case of child abuse or neglect as if it's caught early the child has a much better chance of making a full recovery. شوف الطفل بصير له اعتداء جسدي على سبيل المثال، لازم انت تكتشف هاي الحاله وتبلغ عنها. انت زيك بتساعد الطفل بشكل كبير، خصوصا اذا انت اكتشفتها مبكرا ممكن ينعمل للطفل full recovery. بحكي لك كنسبه nearly 3 in 4 children aged 2 to 4 years regularly suffer physical punishment and or psychological violence at the hands of parents and caregivers. بحكي لك 75% من الاطفال العمر من سنتين لاربعه بتعرضوا لعنف جسدي او نفسي للناس اللي هم ابهاتهم والناس اللي بيقدموا لهم الرعايه. There are different kinds of abuse, all are harmful. في عندك اربع انواع من الابيوز: physical, sexual, emotional and neglect، اهمال عاطفي، جنسي ونفسي. هذول كلياتهم بيكونوا مضرين للطفل. ابيوز يعني ابيوز اكيد مضر. نيجي عند الفيزيكال اللي بيكون جسدي، بحكي لك لازم تكون نون اكسيدنتال، يعني ما بزبط تكون مقع على الدرج وتحكي انه هذا صار بيتعرض للفيزيكال ابيوز. Non-accidental repetitive physical injuries including minimal as well as fatal injuries inflicting upon infants or children by persons caring for them. هاي الابيوز شو بتكون تتضمن؟ يا اما تكون ابيوز صغيره او انه مميته، ممكن تكون مميته، اللي بتكون بتعرضوا لها الاجنه او الانفانتس اور تشيلدرن، الاطفال، باي بيرسونز كيرينج فور ذم، للناس اللي برعوهم. علامات الفيزيكال ابيوز، اول شيء different types of injury fractures together with pains of different kinds. على سبيل المثال عندك اصابات متعدده، انواع مختلفه، كسور محروق على سبيل المثال، multiple lesions of different ages. في عندك lesion بالعربي اللي هي زي بقعه او اشياء اشكالها زي انه متضرر او متآذي. multiple lesions from a single cause، لما يكون في عنده اكثر من lesion او اكثر من منطقه متآذيه من نفس السبب، يعني two separate cigarette burns. لما تشوف في حرق من السجائر على كتفه وعلى كتفه الثانيه على سبيل المثال، معناته الموضوع not accidental، في شيء ناس او حدا بيحرقوا على عمد. unusual soft tissue injuries، اصابات في السوفت تيشوز اللي عند الطفل على سبيل المثال avulsion of frenulum of the lips، لما ترفع اللبس عندك بتلاقي فيه زي frenulum صغير هيك خط بوصلهم مع الجنجايبا اللي هي اللثه العلويه. لما يكون مثلا صاير له انفصال بتعرف انه في child abuse. unexplained injuries bruises burns or cuts، يعني بتلاقي فيه عندك اصابات عليه مش مبرر، ليكون عليه bruises، ليكون محروق بهيك شكل، ليكون في عنده جروح. The suspected lesions are covered by sticking plasters or clothes، بيكونوا الاهل مغطين هاي مكان هاي الاصابات عشان ما حد يعرف عنه. هذا هو سلايد الاصابات، بديش افتح بصراحه او لا لازم افتح عشان اوريكم الافلجن اوف فرينيلا اللي هو هون. هاي هو الافلجن اوف فرينيلا. نيجي نحكي عن الايموشنال تشايلد ابيوز اللي بتكون عاطفيه، more difficult to detect لانها مش مبينه جسديا، فانت لازم تستهدفها في مشاعر الطفل، تعرف انه هذا الطفل هل يتعرض للايموشنال ابيوز اور نوت. it consists of humiliating or belittling a child, bullying and threatening، بتسيء له بكل انواع الاساءه، بتقلل من قيمته، بتتنمر عليه، بتهدده. include the signs include isn't attached to the parent، بيكون الطفل غير متعلق باهله. has learning problems not caused by physical problems، ما عنده مشاكل جسديه ولكن ما بيقدر يتعلم بالشكل الصحيح، ما في سبب جيني على سبيل المثال انه ما يقدر يتعلم، فمعناته في عندك emotional abuse. the child exhibits actions inappropriate to age such as being more mature، يا اما الطفل تحسه ناضج زياده عن اللزوم او طفل زياده عن اللزوم، على سبيل المثال regressing to thumb sucking انه يظل يمتص اصبعه الكبير، or bedwetting انه بول في سريره ليلا. the child has delayed development either physical or emotional، الطفل ما عنده الريت تبع development زي الاطفال الثانيين من ناحية جسدية والعاطفية. the child is withdrawn anxious and fearful، شخصيته ضعيفة، ذا خواف، قلق دائما. هاي كلها علامات على emotional child abuse. نيجي عند sexual abuse، is any sexual contact with the child. the signs of sexual abuse include، اول علاماتها refuses to change clothes in front of appropriate persons، ما بغير ملابسه ضد الناس، ضد الناس قدام الناس اللي عادي لو غير ملابسه امامهم. هو still child. The child tries to avoid a specific person or persons، بيحاول يتجنب أشخاص معينين. A pregnancy، صار في حدوث الحمل، or sexual transmitted disease. Sudden change in weight or changes in appetite،
يصير في تغير مفاجئ لوزنه او تغيرات في شهيته نحو الاكل. A young child has problems sitting or working or walking. ما بيعرف يمشي او ما بيعرف يقعد، في عنده مشاكل في هاي الامور. The child runs away from home. ضل يهرب من المنزل، ما بده يضل في المنزل. هاي الامور كلياتها signs of sexual abuse. نيجي عند child neglect، اهمال الطفل، يعني اهله ما بقدموا له الرعايه اللازمه. من علاماتها dirty clothes that don't fit or are inappropriate for the weather، مش مناسبه للطقس. Untreated illness، ما عالجوه من مرض معين. Lack of medical or dental care. The child steals food or constantly hungry، يا اما دائما جوعان او على سبيل المثال ظله يسرق اغذيه عشان يتناولها. Untreated injuries، وقع ما تعالج على سبيل المثال. Poor hygiene. Frequent school absence، بتغيب كثير عن المدرسه، ما في نظافه شخصيه صح. The child is left alone at a younger age او at young age، اهله بتركوه لحاله وهو لساته صغير. هاي كلياتها child neglect. بحكي لك doctors don't diagnose child abuse or report it for several reasons. الاطباء بسحبوا على هاي الحالات وما بتدخلوا، ما بيعملوا ريبورت لاسباب معينه. Fear، خافوا. It's not my concern. بحكي لك انا شو جاب اني اتحمل المسؤوليه، انسى. Lack of confidence in authorities to stop abuse، ما بيثقوا بالجهات المسؤوله عن متابعه الحاله، انه على سبيل المثال انا شفت الطفل اهله ما بيهتموا فيه، بدي اروح ابلغ جهه معينه. فهو بيقول لك الجهه هاي انا ما بثق بشغلها بصراحه، فما بروح يبلغ عن الحاله، ما بعمل ريبورت. Uncertainty as the cause of the injury، بحكي لك انا مش متاكد من سبب الاصابه. If the patients are boys, abusive fractures are often misdiagnosed. Injuries are more common for boys, so the assumption is the fracture is accidental. بحكي لك لما يكون الطفل اللي انا جاي عليه، اللي جاي علي عفوا، وعنده physical abuse وصار في كسر في رجله، فالدكتور بحكي لك هذا الكسر accident. ليه بحكي لك انه هذا الكسر accident؟ لانه بحكي لك البويز بيتحركوا كثير وبتنططوا كثير، فممكن يكون وقع. بالحقيقة انه صار في عنده abusive fractures، حدا ضربه فانكسرت رجله. فالفكرة هون بحكي لك اذا كان المرضى او الاطفال اللي صار لهم abuse كانوا boys، كثير بصير اخطاء انه الدكتور بفكر انه هذا الحادث صار معه مش انه تعرض لابيوز، وبتروح على الطفل. نيجي عند ethics of dealing with communicable disease. صار في عندك مرض ممكن ينتقل عن طريق التواصل البشري، فهذا المرض في لك بروتوكول معين كيف تتعامل معه. بحكي لك communicable disease are those diseases that can be transferred directly from one to another. تعريف communicable disease، بحكي لك there is an ethical dilemma لما تحكي عن communicable disease. ايش هي؟ conflict of interest، اللي هي مصلحة الفرد او الحد اللي تعرض لهاي الاصابة او communicable disease، ومصلحة المجتمع كامل. يعني من كفة مصلحة المجتمع، وكفة ثانية مصلحة الشخص او الهيلث براكتيشنر اللي صار له الانفكشن. What should you do ethically? Should I treat patient with infectious disease? What should I get infected? ايش اللي بصير؟ ايش لازم اعمل؟ هاي كلها اسئلة بتنطرح. بحكي لك كبروتوكول cooperate with authorities in preservation of the community's health. لازم انت تتعاون مع الجهات المسؤولة، عفوا تعاون مع الجهات المسؤولة عشان تحافظ على صحة المجتمع، including reporting communicable disease according to the regulations. في تشريعات معينة وبروتوكول معين انت بتتبعه عشان تبلغ عن communicable disease لازم تتكلم فيه. Report to the concerned authorities any patient infected. في الجهات المسؤولة لازم تبلغ لهم. With a communicable disease who refuses to have treatment. اجاك مريض معين مع communicable disease ومش راضي يتعالج، بتروح تبلغ عنه للجهات المسؤولة. If their refusal may expose their contact person or the community in general to the danger of spreading all the disease. أو the disease عفوا. فبحكي لك انه لو ما تعالج راح يضر غيره. Follow all the protective measures to protect him herself from communicable disease. لازم الدكتور نفسه ياخذ كل الميجرز، كل المقاييس، كل الوسائل لانه يحمي نفسه. And this includes vaccination with authorized vaccines and to seek treatment for him herself if it's him if he got infected in a way that would affect the safety of any patient or the community. بحكي لك اول شيء لازم يتبع البروتكتيف ميجرز، منها انه ياخذ اللقاح المرخص، وبعدين اذا انصاب يروح ياخذ التريتمنت عشان ما يضر غيره وينقل المرض للمرضى اللي بيعالجهم او للمجتمع ككل. Subject to any needed investigations for diagnosis is communicable disease if exposed to infection, especially infection could expose her patients to any danger. اذا حس الدكتور انه ممكن يكون انتقل له المرض يروح يعمل investigations. The healthcare practitioner should refrain from health practice in case he she becomes infected with an infectious disease. انصاب الدكتور عندي بانفكشن من المرض هذا، وهذا المرض كوميونيكابل، لازم الدكتور يوقف عن الشغل، لانه بحكي لك ممكن لو كمل شغله يضرر المرضى اللي بيعالجهم.
متى برجع للشغل؟ لما يروح المرض منه. بحكي لك اذا هذا الدكتور ما في غيره مضطر انه يشتغل، بحكي لك has to observe all possible protective measures to protect his hair patients from infection. لازم انه ياخذ كل اجراءات السلامه عشان ما يضرر المرضى اللي عنده. The care practitioner should report to the health authorities if knows that one another member in the healthcare team is infected. اذا انت كنت مريض وشفت اذا انت كنت دكتور وانصبت بالانفكشن بتبلغ. اذا انت كنت دكتور وشفت زميل لك انصاب بالانفكشن لازم تبلغ. If physician knows his her colleagues does not follow the protective measures to prevent the spread of infection, he should report authority. الشاف انه زميله ما بيتبع اجراءات السلامه لازم يبلغ لانه ممكن ينقل الامراض. The concept of that infected healthcare practitioner is not required. يعني معقول انا شايفه مهمل لهالدرجة وراح اخذ منه كونسنت؟ ما بصير تاخذ منه كونسنت، او ما مش محتاج انت تاخذ منه كونسنت، لا بلغ دايركتلي. Not to refrain from treating عفوا غير treating. Not to refrain from treating a patient due to the risk of being infected with an infectious disease. Instead the healthcare practitioner should take all reasonable measures to protect him from becoming infected. بحكي لك إن انت شفت مريض معاه infection، مش بحكي ما بدي اعالجه، لا بتعالجه ولكن لازم تتبع كل اجراءات السلامة والمقاييس تبعتها. نيجي عند اخر سلايدين اللي هم كيس. الكيس هاي لو بدك تقراها بتخلص تقريبا بعد امتحان الاندو. بالمختصر كان في عندك دكتور تعين في منطقة. هاي المنطقة اجتوا فيها سيدة لابسة خمار ولابسة عباية and so on. فانت بتعرف انهم شو الكلتشر اللي هم موجود فيها، تمام؟ بحكي لك السيدة هاي حامل لأول مرة. بحكي لك بعدين هنبدأ نقرأ. The pregnant woman was in her first trimester and complained of lower abdominal pain and vaginal bleeding. عندها lower abdominal pain و vaginal bleeding. The doctor took a short history from the mother. الدكتور بلش يسأل السيدة اللي هي والدتها. طبعا السيدة اللي اجت بخمار كان معها والدتها. فالدكتور اللي عندنا توظف في هاي المنطقة بلش ياخذ الهيستوري من الأم. And then wanted to start his examination. قال لك أنا بدي أبدأ بالفحص. The mother asked him to have her daughter seen by a female doctor. قالت له ما بدي أنت تفحصها، بدي تشوف لي female doctor، طبيبة أنثى هي اللي تفحصها. And said that he should wait for the husband before touching her daughter. وقال لك استنى لحد ما يجي زوجها بعدين تبدأ بالفحص. The doctor was very worried that the condition might be serious. قال لك ممكن أو كان قلق كثير إنه تكون الحالة خطيرة. And he might not have time to wait for the husband. قال لك ممكن أنا ما يكون عندي وقت كافي لإني أنا استنى زوجها يجي. The only available condition might be ما وصلنا هاي السطر. بحكي لك the only available female doctor was a resident R3 under his training. كان في female doctor كانت مقيمة وبتتدرب عنده. He told the mother that he was the only specialized doctor available. بس راح حكى للأم إنه ما في حدا غيره وهو الوحيد المتخصص وبيقدر يقدم لها الخدمة. He then asked the pregnant woman to uncover her face and ask her permission to do a private examination. بعدين طلب من السيدة المخمرة اللي هي الأم الحامل إنه تشيل الخمار عن وجهها وسألها وطلبها إنه يبدأ بالprivate examination بالفحوصات. وكان في عندها vaginal bleeding. She was in pain and said something in the local language to her mother that he didn't understand well. السيدة اللي بالخمار حكت لوالدتها إشي باللغة ما راح يفهمها مين الدكتور، لا حكتها بلهجة محلية وما فهمها، مش إنه ما راح يفهمها ولكن في هاي الحالة ما فهمها. He asked the mother to call the nurse from the nurse's office as he was busy stopping the bleeding. طلب من الأم إنها تنادي له nurse من ال nurse office من مكتب الممرضات وهو كان مشغول بإنه يوقف البليدنج. The mother left the clinic and came back 5 minutes later with the nurse. The doctor managed to maintain the vital signs and stop the bleeding. لما رجعت الأم بعد 5 دقائق لقت إنه الدكتور عالج الحالة أو إنه وقف ال vital signs هاي أو وقف النزيف بدون ما تكون أنت دارس إفكس أصلاً. لو تطلع عليه كحالة ككيس، هل الدكتور تصرف صح؟ أول شيء بدك تعرف إنه الدكتور ما حكى الصحيح في إنه ما في دكتور غيره وكان في عندك طبيبة مقيمة. ثاني إشي ما استنى، ما أخذ consent، ما أخذ الموافقة. ثالث إشي الأم تركت بنتها لحالها وهو عمل الإكزامينيشن بدون وجود الأم. هاي الثلاث أشياء إحنا من المحاضرة الأولى بنحكي إنه هاي الأشياء ما بتصير، ما في كان عندك حد مرافق، دائما نحكي لازم يكون في مرافق. فأنت زي هيك تفهم من الكيس بدون أصلا تكون دارس الأربع محاضرات ومدقق فيهم وما أخذ كثير بالتفاصيل. والكيس هاي طبعا طويل كثير ما بيجي سؤال زيها. الكيس بده يجي بيجي سؤالين، سؤال سطرين ثلاث أسطر لا أكثر أكيد. فهي الفكرة، فلا تقلقوا كثير من أسئلة الكيسز، دايركت تو ذا بوينت جدا. فخلينا نيجي على السلايد اللي بعده ونشوف وين أخطائه وين نتصرف صح وشو عمل.
احكي لك الدكتور مان هذا اللي هو اسمه is not common. الكيس هاي مش common يعني كثير. There are not only ethical but also cultural. يعني مش بس ناحية أخلاقية برضو ثقافية وبرضو religious and legal issues. دخلت في ناحية قانونية، دخلت في ناحية دينية، دخلت في ناحية ثقافية وإيثيكال أخلاقية. First, apparently the doctor has good intentions to help the patients as well as protect her from harm. هو كان في عنده نيته كويسة بأنه يعالجها. However, this is not usually enough to justify further interventions. بحكي لك حتى لو كانت نيته كويسة، هون ما بنتعامل بالنوايا. احنا بنحكي لك النية مش مبرر كافي لأنه أنت عملته صح. بحكي لك However, this is not usually enough to justify further interventions without a clear consent. هو ما أخذ موافقة منهم. قالوا له بدي أنا في مال دكتور واستنى الزوج. هو لا يعمل هيك ولا يعمل هيك. Or at least permission. وما أعطوا موافقة إنه يبدأ الإكزامينيشن. The doctor بحكي لك طبعا البيرميشن لازم يكون من patient or her substitute decision maker. حكينا يا إما بكون patient نفسه بأخذ القرار أو أحد معه. The doctor failed to obtain his permission. This permission. ما أخذ الموافقة هو probably because he gave a priority to saving the patient's life rather than obtaining consent. لأنه هو بدأ إنه يبدأ بالعلاج عشان ينقذ حياتها بدل ما إيش بدل ما يأخذ الموافقة. This may be justifiable in life-threatening conditions where there is no one who is easily and quickly reached to take the decision on behalf of the unconscious patient. بحكي لك هذا الحكي متى بزبط؟ لما يكون يجيك المريض في حالة emergency وما يكون واعي وما في حد تأخذ منه قرار أو موافقة. بس هنا the patient was apparently competent. قالوا لك السيدة اللي بالخمار واعي للي بصير وعاقلة فلازم أخذ منها consent. Therefore the doctor could have waited a reasonable time after stabilizing the general condition before pursuing further non-life saving interventions. فهو بحكي لك لازم استنى. لو كان في عندك حالة بتهدد حياتها لازم عالجها. إذا ما كان في عندك حالة بتهدد حياتها ما لازم بدأ العلاج. هي الفكرة. بحكي لك the doctor shouldn't have started any physical examination. لازم ما بدأ بأي فحص جسدي. Especially a private one. يعني إجت في عندك vaginal bleeding without the matron or the mother being present. طالما هو عمل هيك examination لازم يكون في حدا موجود لأنه في third witness. إذا بتذكر. This is legally, religiously and culturally problematic. يعني هاي بشكل لك مشكلة ثقافية وقانونية ودينية. Legally he exposed himself to allegations of abuse or harassment. وهيك عرض نفسه للمسائل القانونية بأنه اعتدى على السيدة ذات الخمار. أو عملها abuse لأنه هو تصرف ب private examination without presenting anyone with him in the room. As no witness was there in the room, he also mispresented the information related to the presence of another female doctor. برضه هو ما حكى لهم المعلومات صح لأنه وجود female doctor ثانية since there was one available who has qualified enough to manage the case even if under his supervision. حتى لو كان في عندك female doctor تحت مراقب قال تحت إشرافه لازم حكى لهم عنها بس هو ما حكى لهم عنها فهو هيك ما اعطاهم معلومات صحيحه. هيك بنفهم وين الدكتور غلط وين تصرف صح. هو تقريبا شبه ما تصرف صح. اخطاه انه عمل لك برايفت اكزامينيشن ويذ اوت اني ون ان ذا روم، ما اخذ منهم كونسنت. هذا اكبر خطأين له وما اعطى معلومات صحيحات عن الفيميل دكتور المتواجد معه ايفن اف شي از اندر هيز سوبرفيجن. هيك عرفنا كفكره كيف نتعامل مع سؤال كيس. خلصت المحاضرة، أعمل المحاضرة وضحت وكانت سهلة، سؤال الكيس لحاله أخذ 5 دقائق، غير هيك كانت المحاضرة سريعة وموفقين إن شاء الله، يعطيكم العافية وباي باي.